كان عندنا اليوم اخر ساعه اخر ساعه فراغ، نزلنا نطرنا الاوتوكارات حد مطعم بيتزا، عليه في حافه بنقعد عليه وبنحط الشنات وبنوقف هونيك. طالع واحد مثل كل السيارات ما بنعرفها بس رجع نزل كثير بسرعه، طالع فان بنفس الوقت ما لحق يدعس فريم، بيقوم يدعس فريم دغري وبيلوك علينا، بيقوم بيقول له رفيقي ليش لوكت علي انه هني انه كنت قتلتنا وما ادري شو، ما قال له شيء. بيقوم بيروح على كنيسه منقوله حد الكنيسه بيدور وبيجي على مدى سرعته لبدنا، بيرجع بيرجع شوي بيرجع بيلبدنا مره ثانيه وبيطلع يشيل الشاش وانا هون قلت بالارض ما بعرف شيء، انا تحلي اجري. لا دي بس هلا نحن وفلين من المدرسة خلصنا الدوام وطالعين بثانوية زحلة المختلطة، طالعين في كاميون كبير قاطع وفي جيب جاي، بقى الجيب بلش يشفط ورح يدعسنا يعني، بقى قلنا له عمهلك ما رد علينا، رجع بالجيب تبعولته لورا أريار وسفق فينا، كنا قاعدين على جنب ناطرين الأوتوكار، رجع لورا وسفق فينا مرتين ثلاثة يعني، يرجع أريار ويضرب فينا، يرجع أريار ويضرب فينا، كنا شي سبعة ثمانية. ما حكي، قالنا ما عجبكون، قلنا له انه رح تدعس في رح تدعسنا يعني، قام برم وصار يرجع أريار ويضربنا، يرجع أريار ويضربنا شي ثلاث أربع مرات ورا بعضه. كم واحد انت؟ كنا شي 10 12. في زلمة من الحي كمان؟ ايه في زلمة من الحي حد المطعم حاول يبعدوا عنا، حاول يبعدوا عنا قام ضربوا وضلوا هربين. طلعين من المدرسة مخلصين دوام وطلعين مدرسة ثانوية زحلة المختلطة، نزل الجيب وطالع كاميون مكسر عن الكاميون وكان راح يدعسنا، قلنا له انتبه، قلنا ما عجبكم، قلنا له انتبه كنت هرسنا، ركب أنا ريال ورجع علينا، الفاز عن الحافة فاز وعندنا الصبايا والشباب نصهم راحوا الجايون، رجع تاني مرة ضرب حتى الثالثة وهو يفلل فيه حرام زلمي ختيار قش وضلوا فلل. هاي صح.